الطاقة السلبية والإيجابية لو زادت في جسم الإنسان يبقى ده ليها أضرار؟ الطاقة السلبية لو زادت في جسم الإنسان تمام. لها أضرار، بتعمل انعكاسات على ممكن يحصل إيه بقى؟ الحالة النفسية الحالة النفسية، والأمراض التوتر العصبي والتوتر والأمراض تمام. والاكتئاب الزايد. لكن إذا زادت الطاقة الإيجابية عن الجسم بتبقى لها فايدة عظيمة على الأجسام الأخرى، يعني الأجسام الأخرى بتبدأ إن هي تسحب هذه الطاقة الإيجابية من الجسد. لكن الطاقة السلبية اللي بتبقى ضارة جدا على جسم الإنسان. يعني افهم من كده ازاي انا احول الطاقة السلبية الايجابية عدي؟ أنا بالنسبة لي تمام. ذكر الله، ذكر الله ذكر الله والاستغفار، والاستغفار ولا حول ولا قوة الا بالله. بس. تمام. يقينك في الله هو يقينك اللي في الله، دي حقيقة. هيخليك عندك طاقة مهولة، مش إيجابية وسلبية، لا إيجابية جدا، وهيخلي حضرتك يعني بص خلاص متيقن في الله، لا حول ولا فرامي قوة كل الا حمولك بالله، عليه. ما شاء الله. تمام.